منحت الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع المنعقد في واشنطن بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية الرخصة الاستثمارية لمجموعات جلوبال بيزنس. تعد هذه الخطوة الأولى لمشروع تنموي بمليارات الدولارات، والذي قد يجلب ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية بمساحة تقدر بمليون قدم مربع من المساحات التجارية في ثلاثة مواقع شمال مدينة الرياض.